أهلا بكم طلبة الصف الأول إعدادي على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم، معكم أمير جرجس بنرحب بيكم. والنهاردة معانا درس جديد من دروس الرياضيات. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الجزء الثاني من العمليات على الأعداد النسبية. في الحصة اللي فاتت اتكلمنا الجزء الأولاني من الأعداد النسبية، واتكلمنا عن يعني إيه عدد نسبي، واتكلمنا عن الصور المختلفة للعدد النسبي، وأخدنا الجمع وخواصه، وأخدنا الطرح. لكن النهاردة بإذن الله هنبدأ ناخد باقي الدرس. هنبدأ سريعا كده مع بعض، هراجع معاكم برضو تعريف العدد النسبي والصور المختلفة للعدد النسبي، الضرب وقسمة عددين نسبيين، ونتكلم عن الخواص بتاعة الضرب أو القسمة، ونبدأ نحل تمارين ونستخدم الخواص في عمليات الحل. أول حاجة براجع معاكم مجموعة الأعداد الطبيعية. إيه هي مجموعة الأعداد الطبيعية؟ مجموعة الأعداد الطبيعية هي مجموعة بنرمز لها بالرمز N، ومجموعة الأعداد الطبيعية هي عبارة عن الصفر والواحد والاثنين والثلاثة، والنقط دي معناها إلى ما لا نهاية. يبقى مجموعة الأعداد الطبيعية هي N، وبنرمز لها بالرمز N، ونقول علامة يساوي، وبنبقى فاتحين الأقواس بتاعة أقواس المجموعة زي ما احنا اتعلمنا، وهي عبارة عن صفر واحد اثنين ثلاثة إلى ما لا نهاية. طيب، بعد المجموع الأعداد الطبيعية أخذنا مجموعة الأعداد الصحيحة. مجموعة الأعداد الصحيحة هي عبارة عن المجموعة زد، وزد بيكون الصفر في النص، بيكون على اليمين في أعداد موجبة، وعلى الشمال بيكون في أعداد سالبة. يبقى الصفر عندي في النص، الصفر بنقول عليه عددا ليس موجبا وليس سالبا. واحد واثنين وثلاثة إلى ما لا نهاية بتكون أعداد موجبة، وسالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة إلى سالب ما لا نهاية بتكون أعداد سالبة. كمان اتكلمنا عن الأعداد النسبية، وقلنا إن مجموعة الأعداد النسبية ما ينفعش أكتبها بطريقة السرد. يعني مثلا لو انا خدت الصفر والواحد بينهم تلت وربع وخمس وتلتين وربعين وتلات ارباع، تلات اخماس، تلات على الف، وتلات على مليون، كل الاعداد دي ما اقدرش اسردها بين الصفر والواحد في عدد لا نهائي من الاعداد النسبية. كويس، فاحنا هنعمل ايه يا مستر؟ هنكتبها بطريقة الصفة المميزة. احنا خدنا في المجموعات طريقة السرد وطريقة الصفة المميزة، هنكتب طريقة الصفة المميزة. طيب، طريقة الصفة المميزة يا مستر هنعبر عنها ازاي؟ طريقة الصفة المميزة هنقول إن مجموعة الأعداد النسبية هي عبارة عن المجموعة Q اللي هي بتساوي A على B، والنقطتين دول بنقول عليهم حيث. يبقى الـ Q بتساوي A على B، حيث A ينتمي للـ Z والـ B ينتمي للـ Z والـ B لا يساوي صفر. معناها إيه يا مستر؟ معناها إن المقام ما ينفعش يبقى صفر. ليه؟ المقام لو بقى صفر يبقى العدد غير معرف، ما ينفعش يقسم على صفر. تمام؟ يبقى لازم يكون المقام هو عدد، ما ينفعش يبقى الصفر. دي كده احنا رجعنا سريعا مجموعة الأعداد الطبيعية، مجموعة الأعداد الصحيحة، ومجموعة الأعداد النسبية. طيب، مجموعة الأعداد النسبية دايما يا مستر بتبقى على صورة أ على ب، ولا ممكن تبقى مش على صورة أ على ب لكن قابلة للتحويل؟ هو ده الكلام. مجموعة الأعداد النسبية زي ما احنا قلنا إن هي بتكون على صورة A أ على ب أو A على ب، بحيث إن الـ A والـ B أعداد صحيحة والـ B لا يساوي الصفر. مجموعة الأعداد العد اللي فيها واحد اتنين تلاتة إلى ما لا نهاية هي عبارة عن مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي صفر واحد اتنين تلاتة إلى ما لا نهاية. يبقى مجموعة الأعداد العد هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية، وبنفس الطريقة مجموعة الأعداد الطبيعية تعتبر مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة، ومجموعة الأعداد الصحيحة مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد النسبية. يبقى العد جزئية من الطبيعية، والطبيعية جزئية من الصحيحة، والصحيحة جزئية من مجموعة الأعداد النسبي. أي الصور المختلفة للعدد النسبي؟ ممكن كتابة العدد النسبي في صورة نسبة مئوية. كتابة العدد النسبي في صورة نسبة مئوية يعني يا مستر؟ يعني عندي 50% هي أصلها نص، أو النص ممكن أخليه 50%. العدد النسبي ممكن أكتبه في صورة نسبة مئوية، يعني 50% دي هي أصلها واحد على الاتنين. زي إيه كمان؟ زي 20% أصلها 20 على 100، ده برضو يعتبر عدد نسبي. البسط عندي 20 والمية عندي المقام. وإحنا خدنا في تعريف النسبة المئوية قبل كده قلنا إن النسبة المئوية هي نسبة حدها تاني 100، يعني هي عبارة عن المقام بتاعها بيكون 100. العشرين على 100 هنا ممكن أختصرها تبقى 1 على 5 من خواص الاختصار بتاعت العدد النسبي. ممكن أكتب كتابة العدد النسبي في صورة كسر عشري منتهي. يعني لو أنا عندي أربعة
من 10 دي ممكن تبقى 4/10، يبقى النسبة اللي عندي ممكن تبقى على صورة كسر 10 منتهي، على صورة كسر 10 ايه منتهي. ممكن اختصارها تبقى 2/5، نفس الكلام 1.75% تبقى 175/100، وممكن برضو اختصرها تبقى عندي 1.3. طيب انا كده اتكلمت عن العدد النسبي، وقلت ان ممكن كتابة العدد النسبي في صورة نسبة مئوية او في صورة كسر 10 منتهي. في ايه تاني يا مستر؟ ممكن اكتبه في صورة كسر 10 غير منتهي اللي بنسميه العدد الدائر، زي مين يا مستر؟ زي 2/5. 2/5 تتكتب في صورة كسر 10 منتهي، بتبقى اكتبها ازاي يا مستر؟ لما تيجي تكتبها تكتبها على الآلة 2/5، فهيبان لك صفر علامة اتنينات كتيرة جدا. فممكن تكتبها ازاي اختصار؟ بنعمل صفر علامة 3 اتنينات و3 اصفار، دي كده معناها ان العدد ده بيتكرر، معناها ان الاتنينات دي متكررة. او ممكن نكتبها صفر علامة 2 وفوق الاتنين بنحط شرطة، وبتتقري معايا 2/10 داير، معناها ان هي بتكرر، معناها الاتنين دي بتتكرر معايا، اللي هي صفر علامة 2 2 2 كده على طول بتملى الشاشة اتنينات. في ملحوظة كمان عندي، وانا خدت كده الاعداد النسبية ممكن في صورة نسبة مئوية، في صورة عدد 10 منتهي، في صورة عدد 10 غير منتهي. الملحوظة دي مهمة قوي، بنقول ان العدد الصحيح هو عدد نسبي مقامه الواحد الصحيح. وانا من شوية لما عملت لك الاعداد اللي هي جزئين من بعضها، قلت العد جزئين من الطبيعي والطبيعي جزئين من الصحيح، وقلت لك ان الصحيح مجموع جزئين من مجموع الاعداد النسبية، لان كل الاعداد الصحيح هي اعداد نسبية مقامها الواحد الصحيح. زي 7 عدد نسبي يعتبر 7/1، 9 عدد نسبي، -15 عدد نسبي، -15/1، كل الاعداد الصحيحه هي اعداد نسبيه. ملحوظه، يمكنك استخدام الاله الحاسبه لتحويل العدد النسبي في صوره اعلى ب تمام، والعدد الى عدد 10 والعكس صحيح. يعني لو انت عندك 2/9 ممكن احولها على صوره عدد 10 غير منتهي. ازاي يا مستر؟ تكتب 2/9 على الاله الحاسبه، بعدين نضغط على يساوي، وبعد ما ندوس على يساوي ندوس على مفتاح اسمه اس دي. مفتاح الاس دي ده هتلاقاه فوق المفتاح اللي هو بتاع الاله الحاسبه على اليمين خالص كده، هتلاقي المفتاح بتاع الاي سي اللي هو بتشغل بتصفر منه الاله الحاسبه. فوقيه على طول كده بتلاقي الام بلس، وعلى شماله هتلاقي الاس دي. مفتاح الاس دي هتلاقي مكتوب اس ودي، وبينهم سهمين زي كده تمام. طيب لما تدوس على الاس دي هتشوف ايه قدامك؟ هتلاقي صفر علامه واتنينات كتيره كده هتملا الشاشه. كده انت بتعمل ايه يا مستر؟ كده انا بكتب العدد اللي هو 2/9 ده بكتبه على صوره عدد 10. يبقى عملنا ايه يا مستر؟ كتبنا 2/9 وقلنا يساوي. بعد ما تقول يساوي تدوس على الاس دي هيظهر لك العدد مكتوب كله كده اتنينات. لو لما تلاقي كله اتنينات بنكتبه كده صفر علامة 2 ونحط فوقيها الشرطة دي، معناها 2/10 داير. كتابة العدد الدائري على صورة اعلى بي هنعمل ايه يا مستر؟ هنكتب على الآلة الحاسبة صفر علامة اتنينات، وتقعد تكتب 2 2 2 لغاية ما تجيب نهاية الشاشة بتاعتك. كل آلة بتبقى عدد الخانات بتاعت الشاشة تختلف عن التانية، لغاية ما تجيب نهاية الشاشة بتاعتك كويس. وبعدين حضرتك ندوس على يساوي، هتلاقي الآلة بتاعتك تكتب لك 2/9. يبقى أنت كده حولت العدد العشر الدائري لصورة A على البي. ضرب الأعداد النسبية، دي كانت مراجعة سريعة كده على العدد النسبي وعلى الصور المختلفة للعدد النسبي. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن ضرب الأعداد النسبية. بنقول إذا كان A على B والـ C على D عددين نسبيين، فإن الـ A على البي مضروب في الـ C على D هيساوي. بصوا كده هنا بقى اللي انا بعمله ده مهم جدا، لان هو ده اساس الشغل بتاعي. ايه هو يا مستر؟ انا عندي هنا الاي على البي والسي على الدي، لما اجي اضرب بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. يعني عندي فوق الاي وعندي هنا فوق السي، بضرب الاي في السي. وانزل تحت في المقام عندي بي وهنا عندي دي، بضرب البي في الدي. يبقى في حاله الضرب تضرب البسط في البسط وتضرب المقام في المقام، بعكس الجمع. طبعا الجمع كنا بنخلي المقام زي ما هو وكنا بنجمع البسطين بتوع الكسرين اللي عندي. ناخد مثال، اوجد ناتج كل من ما ياتي في ابسط صوره. عندي 4/3 مضروب في 6/7، يبقى 4/3 مضروب في 6/7 تمام. هنعمل ايه يا مستر؟ سهل خالص، انا عندي
لما بحب اضرب بجيب الضرب في اوسط صورة. فلاحظ عندي هنا ايه يا مستر؟ بلاحظ عندي تحت في المقام 3 وعندي في البسط عندي 6. مسموح لي ان انا ابسط، بس خلي بالك حتة التبسيط عندي لازم يكون مقام مع بسط، او لا تاني لازم يكون مقام مع بسط. سامع واحد بيقول لي ما ينفعش يا مستر بسط مع بسط؟ اقول له لا. سامع واحد تاني بيقول لي طب ما ينفعش يا مستر مقام مع مقام؟ اقول له لا. لازم يكون حاجة من المقام مع حاجة من البسط، والكلام ده في حالة الضرب. يعني الموضوع ده في حالة الجمع، يعني في الجمع ما ينفعش يبقى هنا فيه زائد واختصر مقام مع بسط، لا. الكلام ده بيحصل معايا في حالة الضرب، بتختصر أي حاجة في المقام مع أي عدد في البسط، في الضرب فقط لا غير. طيب أنا عندي هنا 3 وعندي 6، هما الاتنين يقبلوا القسمة على 3، فهبدأ أختصر. تحت 3 على 3 فيها الواحد وأكتب جنبها واحد. أجي عند الست أعمل شرطة، وأنا قسمت تحت على كام؟ على التلاتة. أقسم الست على التلاتة فيها الاتنين، أكتب فوقيها كده الاتنين. بعدين أضرب الجديد بقى، أضرب الأربعة في الاتنين يطلع الناتج 8، وتحت أضرب الواحد في السبعة يطلع الناتج 7. كده أنا جبت ناتج عملية ضرب العددين النسبيين اللي عندي. هو هنا بيقول لي أوجد في أبسط صورة. قال لي اوجد في ابسط صوره، يبقى انا لو في عندي بعد كده شايف هنا ان البسط اكبر من المقام، فهبدا اختصر. ال 8 دي فيها 1 و1 على 7، 8 معناها 1 و1 على ال7. 8 فيها يعني باخد 7 اصحح على ال7 ب1 وتبقى 1 على 7. اخد قاعده الاشارات قبل ما ادخل في مسائل اكتر من موضوع الضرب. قاعده الاشارات انا سبق وشرحتها لك في مجموعه الاعداد الصحيحه، هي نفس الفكرة في مجموعة الأعداد النسبية. إزاي يعني يا مستر؟ يعني بنقول حاصل ضرب عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب. زي يا مستر؟ زي 4 على 3 لو أنا ضربتها في 5 على 7، الناتج هيكون معايا 4 في 5 ب 20، وتحت 3 في 7 ب 21. هنا موجب وهنا موجب، حاصل الضرب طلع عدد إيه؟ موجب. إحنا بنقول حاصل ضرب عددين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب، لو كانوا موجبين معا يطلع موجب، ولو كانوا سالبين يطلع ايه؟ طبقا لقاعدة الإشارات برضه هيطلع موجب. يعني عندي هنا سالب 1 في سالب 2 سالب في سالب يطلع ايه يا مستر؟ يطلع موجب. وتحت الخمسة في التلاتة في 15، يبقى حاصل ضرب عددين لهما نفس الإشارة هيكون القيمة موجبة. طب لو كان عندي حاصل ضرب عددين لهما مختلفين في الإشارة، لهما إشارة مختلفة أو مختلفين في الإشارة، هيطلع عدد إيه مثلا؟ هيطلع عدد سالب. زي سالب 4 على 3 لو أنا ضربتها في 2 على 5، هنا مختلفين، فعندي سالب في موجب يطلع الناتج سالب، والأربعة في 2 ب 8 يبقى سالب 8، وتحت 3 في 5 ب 15. طب لو كان موجب في سالب، هنا سالب في موجب، طب لو كان موجب في سالب هي هي، موجب في سالب يطلع لي سالب 1 في سالب 2 الناتج سالب الاتنين، وتحت 2 في 3 ب 6 يبقى الناتج سالب 2 على 6. آخر حاجة عندي حاصل ضرب عدد في صفر بيساوي صفر، يعني لو عندي صفر في سالب 2 على 3 هيطلع بصفر، ولو سالب 2 على 3 في صفر برضه صفر. أنا خدت قاعدة الإشارات، أبدأ دلوقتي أشتغل كده إيه؟ بكل ثقة. يلا بينا. أوجد ناتج كل من ما يأتي في أبسط صورة. سالب 5 على 8 مضروبة في 3 على 2. نحلها إزاي يا مستر؟ أضرب البسط في البسط والمقام في المقام مع مراعاة عملية الإشارات. فعندي هنا سالب في موجب انزل سالب، والتلاتة في الخمسة ب 15 أو الخمسة في التلاتة ب 15، وتحت أضرب التمانية في الاتنين يطلع الناتج 16. أسألك كمان لو عندي 1 على 4 مضروب في سالب 1 على التلاتة. أبدأ أضرب البسط في البسط عادي خالص، 1 في سالب 1 مختلفين في الإشارة يا مستر، يبقى الناتج سالب 1 في سالب 1 الناتج سالب 1. وتحت المقام 4 في 3 ب 12، وطبعا مفيش أي اختصارات ما بين بسط المقام سواء في المسألة دي أو اللي فاتت. طب أدخل على دي، سالب 2 على 3 مضروبة في سالب 1 على 2. هبص في المسألة هنا هلاقي في عندي 2 تحت في المقام وفي عندي سالب 2 عندي في البسط. ينفع اختصرهم؟ آه يفضل إنك أنت تختصر، لأن كده كده هتختصر. لو ما اختصرتش دلوقتي هتختصر بعد ما تجيب الناتج. طب يلا بينا كده مع بعض. عندي 2 يبقى تحت الاتنين على الاتنين فيها الواحد، وفوق بقسم السالب 2 على الموجب 2 يطلع الناتج سالب 1. خلي بالك اوعى تغلط وتحط الواحد، انا قسمت
تحت على الاثنين، اثنين على اثنين فارق واحد، وهنا برضو على الاثنين يطلع لي سالب واحد. طيب يلا بينا يا مستر. سالب واحد مضروب في سالب واحد، سالب في سالب لهما نفس الإشارة. قلت من شوية في قاعدة الإشارة لما يكون لهم نفس الإشارة هنعمل إيه يا مستر؟ هيكون الناتج موجب، فيبقى سالب واحد في سالب واحد بموجب واحد. تحت التلاتة تتضرب في الناتج ده في الواحد، أوعى تنسى تضربها في الاتنين. تلاتة هتنضرب في واحد يطلع تلاتة، يبقى أنا كده جبت ناتج عملية الضرب. ناخد كام مسألة تاني. أوجد ناتج كل مما يأتي فين يا مستر؟ في أبسط صورة. طيب نضرب الرقمين اللي عندي، هلاحظ إيه يا مستر؟ هلاحظ إن الرقمين اللي عندي سالبين، هلاحظ إن العدد النسبي الأولاني سالب أو سالب 2 في البسط عندي في العدد سالب، وهنا يا مستر عندي في البسط في سالب 3 في العدد سالب، يعني العددين لهما نفس الإشارة سالبين معا. القاعدة بتقول يا مستر؟ القاعدة بتقول إن لو كان العددين لهما نفس الإشارة يبقى الناتج يكون موجب، يبقى تمام الناتج يا مستر معايا هيكون إيه؟ هيكون موجب، يبقى عندي 2 في 3 يطلع موجب الست. بس لاحظت عندي في اختصار، فهبدأ أختصر العددين اللي يقبلوا الاسم على التلاتة، فهقسمين على التلاتة هيطلع معايا 3، وهقسمين على التلاتة هيطلع معايا سالب 1، وأبدأ أضرب سالب 2 في سالب 1 هيطلع معايا بموجب 2، وتحت الثلاثة في الخمسة ب15. أخد عدد تاني، واحد وثلاثة خماس مضروب في 2 على 9. المسألة دي مسألة حلوة، ليه يا مستر؟ أنا كل اللي عدى كنت بدي لك كسر في كسر، لكن هنا أنا المقدار يعتبر عدد صحيح وكسر، مضروب في 2 على 9. مسألة حلوة أشتغل عادي خالص. أول حاجة يا مستر، أنا الواحد ده أوديه فين؟ الواحد ده مع المقدار ده مش هينفع نشتغل كده، أو تاني مش هينفع نشتغل كده. طب إيه الحل يا مستر؟ الحل هو إنك أنت تبدأ ترفع الكسر. طب إزاي أرفع الكسر؟ رفع الكسر بتخلي المقام اللي تحت زي ما هو، يعني بتسيب الخمسة تحت زي ما هي، وتمسك الواحد اللي هو العدد الصحيح اللي بره ده، كويس؟ تضربه في المقام، فنضرب الواحد في خمسة بكام يا مستر؟ بخمسة، واجمع عليها التلاتة، يبقى واحد في خمسة بخمسة زائد التلاتة هتبقى 8 على 5، يبقى واحد في خمسة بخمسة زائد التلاتة يبقى 8 على 5. كده أنا رفعت الكسر، خليته بدل ما هو عدد صحيح وكسر خليته كده بسط المقام بس، خليته عدد نسبي. بعدين أنزل علامة الضرب، والاتنين على التسعة زي ما هي مش هعمل فيها حاجة، فتنزل زي ما هي 2 على 9. أصبحت المسألة زيها زي المسألة اللي فوق بالظبط. فهنعمل إيه يا مستر؟ هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام زي القاعدة ما بتقول عادي خالص. في اختصارات عندي يا مستر، هنا 8 وتحت مفيش أي عوامل، وهنا 2 ومفيش عندي، ما تقبلش الاسم معاها. يبقى أضرب على طول 8 في الاتنين ب16، وفي المقام تحت أضرب الخمسة في التسعة هيطلع معايا الناتج 45. أخد كمان مسألة، سالب 1 على 5 مضروبة في 2 من 10 داير. حلو أوي السؤال ده، هتعمل إيه؟ السؤال ده محتاج مهارة شوية. مهارة إزاي يا مستر؟ أقول لك، أول حاجة سالب 1 على 5 هتنزل زي ما هي، وعلامة الضرب تنزل زي ما هي. الخطوة اللي جاية دي خطوة مهمة أوي، هتحول العدد الدائر ده إلى عدد نسبي. ازاي؟ شرحتهولك من شوية. هتعمل ايه يا مستر؟ هتمسك الآلة الحاسبة بتاعتك. طيب وبعد كده يا مستر؟ هتمسك الآلة الحاسبة، وبعد ما تمسك الآلة الحاسبة هتدوس على صفر، وهتدوس على العلامة العشرية اللي هي النقطة، فتدوس صفر علامة، وتدوس تلاتة 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 تملى الشاشة لغاية ما توصل لنهاية الشاشة، وبعدين تقول يساوي. لما هتقول يساوي هتلاقي مكتوب على الآلة الحاسبة 1 على 3، يبقى انت كده حولت العدد العشر الدائر ده الى عدد نسبي، كويس؟ تمام يا مستر. اصبح عندك دلوقتي كسرين او عددين نسبيين بتشتغل عادي خالص. طيب هنا سالب وهنا موجب مختلفين في الاشارة، يبقى الناتج دغري هيطلع ايه؟ يبقى الناتج هيطلع سالب. سالب 1 في الموجب 1 هيطلع سالب 1، وتحت تضرب الخمسة في التلاتة هيبقى الناتج 15. حلو قوي السؤال ده، وخلي بالك اعيدها تاني عشان الجزئيه دي مهمه. يبقى حضرتك سالب 1 على 5
سالب 1 على 5 عدد نسبي ما فيهوش حاجة خالص، فهينزل زي ما هو وتنزل علامة الضرب. لكن 3 من 10 عليها شرطة، معناها مستر 3 من 10 داير. يبقى لازم يا مستر عشان أكمل مسألتي لازم أحولها لعدد نسبي. فهتعمل إيه يا مستر؟ هتيجي على الآلة الحاسبة بتاعتك وتكتب صفر علامة وتملى 3 3 3 لغاية ما الشاشة كلها تتملي. هتلاقي في سهم صغير ظهر عندك على اليمين، أول ما يظهر السهم قول على أول يسام. هتلاقي الآلة كتبت 1 على 3، تنقله عندك هنا وتحل مسألتك عادي خالص زيها زي المسألة اللي فوقيها بالظبط، أهم حاجة تراعي الإشارات. عندي هنا سالب وموجب، سالب في موجب مختلفين يبقى الناتج سالب. 1 في 1 ب1 يبقى سالب 1، وتحت الـ 5 في 3 في 15 دي سهلة خالص. آخد كمان تمرين. إيه التمرين اللي عندي؟ التمرين اللي عندي بيقول 2 على 3 مضروب في 25%. حلو قوي السؤال ده برضو. هنا مديلك عدد نسبي ومديلك نسبة مئوية. طيب هنعمل ايه يا مستر؟ ولا اي حاجة. العدد النسبي اللي 2 على 3 هينزل زي ما هو، والنسبة المئوية دي هتحولها زي ما شرحت لك اللي الى عدد عشري. 25% انا حافظها بربع، يبقى هقول فيه ربع. ولو انت مش عارفها اكتب 25 على 100 على الآلة الحاسبة وقول يساوي. اقول لك تاني الحتة دي، اكتب على الآلة الحاسبة 25 على 100 وقول يساوي، هتلاقي الحاسبة كتبت لك ربع. اكتبه عندك هنا وكمل مسألتك. طبعا عندي هنا 2 على 3 عدد موجب، والواحد على الأربعة عدد موجب. كويس، بس أنا عندي الأربعة هنا زوجي وعندي الاتنين هنا زوجي، فهقسم على الاتنين، أربعة على الاتنين فيها الاتنين، وهنا الاتنين على الاتنين فيها الواحد. وبعد كده أبدأ أضرب، واحد في واحد يطلع الناتج فوق واحد، وتحت التلاتة في الاتنين الجديدة، أوعى تنسى تطلع معايا بست، يبقى الناتج عندي يطلع واحد على ست. آخد كمان تمرين، مقياس سالب اتنين على التلاتة مضروبة في 5 من 10. المسألة دي مسألة جميلة خالص، نحلها ازاي؟ أول حاجة أنا عندي في مقياس أو قيمة مطلقة، بنقول مقياس أو بنقول قيمة مطلقة. القيمة المطلقة سالب 2 على 3 هتساوي معايا موجب 2 على 3، لأن القيمة المطلقة أي حاجة بتخرج منها بتكون عدد موجب. وال 5 من 10 دي معناها نص، يبقى ينزل علامة الضرب، وال 5 من 10 معناها نص. وأبدأ أضرب مسألتي عندي خالص، لاحظت فوق في 2 ولاحظت تحت في 2، فهنختصر 2 على ال 2 فيها الواحد وفوق ال 2 على ال 2 فيها الواحد. وابدأ أضرب عادي خالص، واحد في واحد يطلع الناتج واحد، وتحت تلاتة في الواحد يطلع الناتج تلاتة. كده أنا جبت إيه؟ جبت قيمة المسألة اللي عندي. يبقى إحنا نوعنا في التمارين، خلي بالك، أخدت معاك عدد نسبي في عدد نسبي عاديين خالص، وأخدت معاك عدد نسبي في عدد عشر دائر، وأخدت معاك عدد نسبي في نسبة مئوية، وأخدت معاك قيمة مطلقة أهو في عدد عشري، بتحول كله لعدد نسبي وتشتغل مسألتك عادي خالص. خواص عملية ضرب الأعداد النسبية، إيه هي خواص عملية ضرب الأعداد النسبية؟ خواص عملية ضرب الأعداد النسبية زيها زي عملية الجمع تقريبا. أول حاجة بنقول لو كان عندي الـ A على الـ B والـ C على الـ D والـ E على الـ F، دول تلات أعداد نسبية. عملية الضرب هتكون كالتالي، رقم واحد مغلق، يعني ايه مغلق يا مستر؟ يعني حاصل ضرب اي عددين نسبيين هو عدد نسبي، ودي احنا لاحظناها من شرحنا، كل الاعداد النسبية اللي انا ضربتها طلع الناتج عدد نسبي، معنى كده انها مغلقة. طيب يعني الـ A على B مضروب في الـ C على D يطلع عندي عدد ينتمي لـ Q اللي هي مجموعة الاعداد النسبية، معنى كده ان هي مغلقة. رقم اتنين ابدالية، يعني ايه ابدالية؟ يعني الـ A على الـ B لو انضرب في الـ C على الـ D هيبقى الناتج معايا الـ C على الـ D في الـ A على الـ B، يعني لو بدلتهم 3 في 5 في 15، طب 5 في 3 هي 15. فالموضوع سهل خالص، يبقى عملية الضرب مغلقة وعملية الضرب إبدالية. معايا برضو الخواص، بنقول إن عملية الضرب دامجة. وخلي بالك يعني ايه دامجة؟ دامجة اللي هي بنحط فيها الأقواس يا مستر. يعني لو انت عندك الـ A على الـ B
مضروب في السي على دي جوه قوس مضروب في الاي على الاف. هي هي يا مستر، القوس هنا على الاول والتاني هي هي. لو انا قلت الاي على البي مضروبه في السي على الدي مضروب في الاي على الاف، وخليت الاقواس على التاني والتالت، يبقى لو الاقواس على الاول والتاني مضروب في التالت هي هي، الاول وخليت الاقواس على التاني والتالت هتطلع نفس الناتج. احنا جربنا الدمج دي في الطرح ما نفعتش، فالدمج عندي ينفع جمع وضرب. بقول تاني، الدمج ينفع معايا ايه؟ جمع، ينفع معايا في الجمع والضرب. يبقى عملية الجمع وعملية الضرب مغرقة وإبدالية ودمجة. رقم 4 عندي المحايد الضرب. مين المحايد الضرب؟ الواحد. طب سريعا كده نراجع، كان مين المحايد الجمع يا مستر؟ الصفر. طب مراجعة تاني سريعا كده، أنا اتكلمت من أسبوع كده على مجموعة الأعداد الصحيحة، كان مين المحايد بالنسبة لضرب الأعداد الصحيحة؟ أي حد يفكرني، اكتب على الشات بسرعة، مين كان محايد ضرب الأعداد الصحيحة؟ كان الواحد. يبقى الواحد هو المحايد الضربي للأعداد الصحيحة، والمحايد هو والواحد هو المحايد الضربي للأعداد النسبية، وكمان لو أنت ناسي الواحد هو المحايد الضربي لمجموعة الأعداد الطبيعية. يعني الواحد على طول هو محايد ضربي. طب والصفر هو المحايد الجمعي للأعداد النسبية، وفي نفس الوقت محايد جمعي للأعداد الصحيحة، ومحايد جمعي للأعداد الطبيعية. يبقى الصفر هو محايد جمعي للأعداد الطبيعية والصحيحة والنسبية، والواحد هو محايد ضربي للطبيعية والصحيحة والنسبية. يعني لو كان أنا عندي الـ A على B مضروبة في الواحد، هي هي لو الواحد مضروب في الـ A على B، الناتج في الآخر هيطلع A على B، لأن الواحد ما بيأثر. يبقى أنا خدت كام خاصية كده؟ خدت الإغلاق والإبدال والدمج والمحايد. تعال ندخل دلوقتي على خاصية وجود المعكوس الضربي أو المعكوس الضربي. لو أنا عندي، بنقول إيه في الخاصية دي؟ بنقول لكل عدد نسبي A على B يوجد معكوس ضربي B على A. دي جديدة، جزئية المعكوس دي أول مرة نشرحها. يعني لو أنت كده رجعت العمليات على الأعداد الصحيحة، إحنا خدنا فيها إغلاق وإبدال ودمج ومحايد، ما خدناش معكوس ضربي، ما فيهاش معكوس ضربي. في الأعداد الصحيحة ما فيهاش معكوس ضربي، فيها معكوس جمعي لكن ما فيهاش معكوس ضربي. الخواص هناك كانوا 5 خواص، أنا عندي هنا خواص 6 خواص، أدي 5 وفي خاصية جاية كمان. تمام، يبقى خاصية المعكوس الضربي دي مش موجودة غير في الأعداد النسبية فقط لا غير. بنقول لكل عدد نسبي A على B يوجد معكوس ضربي B على A. بنشقلبهم من إيه؟ بنشقلبهم، بجيب المقام فوق وأجيب البسط تحت، يعني البي المقام يطلع فوق والبسط بينزل تحت. بحيث لو أنا ضربت الـ A على البي في المعكوس الضربي بتاعها اللي هو البي على الـ A، الناتج هيطلع معايا 1. أي عدد تضربه في معكوس الضرب بيطلع 1. طيب تعالى ناخد مثال سريعا كده يا مستر. لو انا قلت لك مثلا عدد 3 ارباع معكوس الضرب هيبقى مين يا مستر؟ هتشقلب، بدل ما هو 3 ارباع هيبقى 4 على 3. طيب لو كان نص يبقى معكوس الضرب 2. طب لو كان ثلثين يبقى 3 على 2. طب لو كان 5 على 7 معكوس الضرب هتشقلب يبقى 7 على 5. طب لو كان 3 على 9 يبقى 9 على 3. لو كان 2 على 11 يبقى 11 على 2. يبقى المعكوس الضرب بيتشقلب. طب يا مستر لو كان سالب، يعني أقول يعني لو كان سالب 3 على 5 لما تشقلب هيبقى سالب 5 على 3، هتسيب السالب فوق. طب ولو نزلته تحت ما يفرقش، لأن أهم حاجة العدد لما يكون سالب يبقى الإشارة موجودة فيه، سواء في البسط أو في المقام أو جنب شرطة الكسر. بس خلي بالك لازم تبقى إشارة واحدة فقط لا غير. طب لو كان سالب ثلثين هيبقى سالب وشقلب 3 على 2. طب لو سالب 3 على 5 يبقى سالب وشقلب يبقى 5 على 3 وهكذا. يبقى موضوع المعكوس الضربي سهل خالص، ما فيهوش اي حاجه. كده خدت 5 خواص، اغلاق وابدال ودمج ومحايد اللي هو الواحد والمعكوس الضربي. دلوقتي هدخل على اخر خاصيه عندي اللي هي رقم 6، اللي هي خاصيه توزيع الضرب على الجمع. الخاصيه دي خدنا زيها في الاعداد الصحيحه.
كويس. طب لو كان انا عندي الاي على البي مضروب في سي على دي زائد الاي على اف، خلي بالك هنا انا عندي عدد مضروب فيه وفي قوس، بداخل القوس في عددين مجموعين، فاللي هيحصل هو ان انا هبدأ اوزع العدد اللي بره ده اللي هو المضروب في ما بداخل الاقواس، فهيبقى الاي على البي مضروب في السي على الدي زائد الاي على البي هضربه في الاي على الاف، يبقى انا وزعت الاي على البي في الرقمين اللي عندي، وزعت الضرب على الجمع، يبقى بدل ما كانت الاي على بي مضروبه في القوس ده وزعت، يبقى الاي على بي مضروب في السي على دي زائد الاي على البي مضروب في الاي على الاف. امري قال لك استخدم خواص ضرب الاعداد النسبيه في ايجاد ناتج ما يلي. السؤال ده سؤال حلو جدا. اكتر خاصيه احنا بنستخدمها او بيجي عليها تمرين بمعنى ادق بالنسبه لخواص ضرب الاعداد النسبيه هي خاصيه التوزيع. فتعالوا مع بعض كده نبدا نحل تمارين على خاصيه التوزيع. لو انا عندي سالب 3 على الاربع مضروب في الاثنين على الخمسه زائد سالب 3 على الاربع مضروب في 8 على الخمسه، هنعمل ايه يا مستر؟ بص لما بيجي يقول لك استخدم الخواص ممكن تستخدم الخاصية بوضعها بالظبط أو ممكن تستخدم الخاصية بصورة معكوسة، وده اللي هيحصل عندي هنا. يعني لو احنا نلاحظ هنا هنلاقي سالب 3 على الأربعة مضروبة في الاتنين على الخمسة، وبعدين هنا في زائد وسالب 3 على الأربعة مضروبة في التمانية على الخمسة، فهنعمل إيه يا مستر؟ هنقول يساوي ونكتب السالب 3 على الأربعة مرة واحدة، وهتشطبها هنا وهتشطبها هنا وتفتح كويس وتكتب جوه القوس 2 على 5 زائد 8 على 5. يبقى قول تاني، انت عندك هنا سالب 3 على 4 مضروبه في 2 على 5 زائد سالب 3 على 4 مضروبه في 8 على 5. المتكرر اللي هو سالب 3 على 8 هكتبها مره واقول فيه وافتح قوس واكتب ال 2 على 5 زائد اهي ما بينهم زائد 8 على 5. طب وبعد كده يا مستر نزل السالب 3 على 8، طبعا بكتب على اليمين خاصيه التوزيع اللي انا استخدمتها. اجمع ما بداخل القوس، لما بصيت لقيت هنا المقام 5 وهنا المقام 5. فاجمعهم عادي خالص يا مستر، ماشي. المقام هينزل زي ما هو، طبعا هنا في ضرب ينزل الضرب زي ما هو. هتجمع ما بداخل 2 و8 10، يبقى الناتج عندي 10 على 5. تمام؟ طيب. بعدين تنزل سالب 3 على 4 زي ما هي في، ال 10 على 5 ب 2 او 2 على 1. وبعدين حضرتك تبدأ تضرب البسط في البسط والمقام على المقام، 2 معناها 2 على 1، سالب في موجب بسالب، سالب 3 في 2 بسالب 6، أو إن إحنا ممكن نختصر هنا 4 وهنا 2، نختصر ال 4 تبقى القسم على ال 2 فيها ال 2، وفوق ال 2 على ال 2 فيها ال 1، وتبدأ تضرب سالب 3 في 1 بسالب 3 على ال 2، يبقى الناتج سالب 3 على ال 2. طيب هو عايزه في أبسط صورة، فاحنا ممكن نقول له يساوي، طبعا الثلاثة أكبر من الاثنين، فهيبقى فيها الواحد وسالب واحد على ال، يبقى سالب ثلاثة على الاثنين هتساوي واحد وسالب نص. استخدم خواص ضرب الأعداد النسبية في إيجاد ناتج كل من ما يأتي، اثنين على خمسة مضروب في سالب اثنين على سبعة زائد الاثنين على خمسة مضروب في اثنين على سبعة. السؤال ده حلو قوي، هنلاحظ هنا 2 على 5 وهنا سالب 2 على 7 وهنا 2 على 5 وهنا موجب 2 على 7. مين اللي متكرر؟ سامع حد بيقول لي 2 على 7 اقول له ازاي؟ هنا موجب اللي واقف عليها دي موجب 2 على 7 ودي سالب 2 على 7 يبقى مش متكرر، ده رقم وده رقم معكوس الجمع. طيب مين اللي متكرر؟ المتكرر هي 2 على 5. اقول له يساوي بعد علامه تساوي اكتب ال 2 على 5 واقول له فيه. وما تنساش تفتح قوس واكتب اول حاجه عندي سالب 2 على 7 وبعدين ما بينهم في علامه الجمع اكتب زائد واكتب ال 2 على 7، يبقى المتكرر بتكتبه هنا مره واحده بس، بعدين الضرب عادي زي ما هو واكتب سالب 2 على 7 زائد 2 على 7. طبعا ملاحظين واضحه جدا ان هنا عندي سالب 2 على 7 وموجب 2 على 7 عدده معكوس الجمع،
عدد معكوس الجمع بكام يا مستر؟ العدد معكوس الجمع واخدين الحصة اللي فاتت بصفر، يبقى تنزل الاتنين على خمسة زي ما هي مضروبة في الصفر. أي عدد ينضرب في صفر هيبقى الناتج عندي صفر. طبعا ما ننساش فوق بكتب له الخاصية اللي أنا استخدمتها اللي هي خاصية التوزيع. طيب احنا كده اتعرفنا عن الجمع بكل تفاصيله. رابعا هتكلم عن الاسم. اخر حاجه هنتكلم عن مين يا مستر؟ هنتكلم عن قسمه الاعداد النسبيه. طيب قسمه الاعداد النسبيه بنقول ان عمليه قسمه الاعداد النسبيه هي الضرب في المعكوس الضربي للمقسوم عليه. الضرب في المعكوس الضربي المقسوم عليه، يعني هتحول القسمه لضرب. يعني مثلا لو كان عندك الاي على البي والسي على الدي، دول عددين نسبيين، وكان الـ A على B مقسومة على الـ C على D، فهنقول له يساوي. الـ A على B هتنزل عادي خالص، وعملية الضرب هتتحول، عملية القسمة هتتحول لضرب. يبقى الـ A على B تنزل عادي خالص، عملية القسمة هتتحول لضرب. تمام؟ احنا بنقول عملية قسمة الأعداد النسبية هي الضرب في المعكوس الضربي. أمسك العدد الثاني اللي مقسوم عليه، الـ C على D هو المقسوم عليه. همسك العدد ده وأجيب معكوسه الضربي، معكوسه الضربي إزاي يا مستر؟ هتشقلبه. بدل ما هو سي على دي هتجيب الدي فوق وتجيب وتخلي السي ده اهو، وتضرب بعد كده عادي خالص. هتضرب الاي في الدي وتضرب البي في السي تحت عادي خالص. تعال ناخد تمرين. اوجد ناتج كل من ما ياتي في اوسط صوره. سالب 5 على 8 مقسوم على 3 على 8، نحلها ازاي يا مستر؟ هتثبت الاولاني زي ما هو اللي هو سالب على 8 سالب 5، وعلامه القسمه هتتحول للضرب، وهتبدأ تجيب المعكوس الضربي لل 3 على 8. يعني هنشقلب، بدل ما هو 3 على 8 يبقى 8 على 8. أصبح دلوقتي عندي المسألة بدل ما كانت قسمة بقت ضرب، وإحنا خدنا الضرب نقدر نحلها عادي خالص. ألاحظ إن في 8 تحت و 8 فوق، نختصر ال 8 اللي تحت على 8 فيها الواحد، وهنا فوق على 8 برضو فيها الواحد. وابدا اضرب بعد التبسيط، فعندي في البسط هنا سالب 5 هتنضرب في 1، سالب في موجب يطلع سالب 5، وتحت الواحد في الثلاثة ب3 يبقى الناتج عندي سالب 5 على 3. البسط اكبر من المقام، فنختصرها كمان هتساوي معايا سالب، هتساوي معايا 1 وسالب 2 على 3. هاخد كمان تمرين. سالب 3 سالب 2 و3 ارباع، سالب 2 و3 ارباع على سالب 2 وربع. هنعمل ايه يا مستر؟ هنرفع الكسر الاول، فخلي الاربعة تحت زي ما هي، وابدا اضرب سالب 2 في 8 بسالب، سالب 2 في 4 بسالب 8 و3 هيطلع معايا سالب 11. خلي بالك السالب ما نضربش سالب في موجب بسالب وبعدين نجمع موجب، لا، بتخلي الإشارة في الماخر في الآخر. 2 في 4 ب 8 و 1 9 يبقى سالب 9 على 4. ونبدأ نكمل. هنا قسمة، هتنزل السالب 11 على 4 زي ما هي، وعملية القسمة هتتحول لضرب، بعدين هتجيب المعكوس الضربي لسالب 9 على 4، فهنشقلبها بس خلي السالب فوق، هيبقى سالب 4 على 9، أو ممكن تخلي السالب تحت، ما تفرقش. وأبدأ أكمل يا مستر. ألاحظ عندي هنا في 4 يبقى اقسم على 4 فيها الواحد، وهنا على 4 فيها الواحد، وابدا اضرب سالب 11 في 1 بسالب 11، و1 في سالب 9 بسالب 9، في فوق في سالب وتحت في سالب، اختصرهم مع بعض هيبقى 11 على 9. بعدين لاحظت ان البسط اعلى من المقام او اكبر من المقام، يبقى اختصر كمان يبقى 1 و2 على 9، 11 ناقص 9 2 يبقى 1 و2 على 9. اخد كمان تمرين. سالب 2 على 3 مقسومة على سالب نص، هيساوي سالب 2 على 3 زي ما هي، والقسمة هتبقى ضرب، وبدل ما هي سالب 1 على 2 هتبقى 2 على سالب 1. في اختصار عندي يا مستر؟ لا مفيش، اضرب عادي خالص. سالب 2 في موجب 2 بسالب 4، موجب 3 في سالب 1 هيبقى سالب 3، في سالب فوق وسالب تحت نختصر يبقى الناتج 4 على 3. البسط أعلى من المقام برضو، فهنقول 1 ويتبقى 1 على التاني. أوجد ناتج كل من ما يأتي. لو أنا عندي
2.6 مقسوم على الخمس. عايزين نحل المسألة دي. عندك هنا عدد عشري وعندك هنا عدد نسبي. هتحول العشري للنسبي، لازم يبقى هما الاتنين من نفس الفئة. فهنا 2.6 علامة بعد رقم، فهنكتبها 26/10 مقسوم على الخمس. وبعدين نبدأ نشتغل عادي خالص. عندي بدل ما هي 26/10 ده زوجي وده زوجي، هما الاتنين يبقى له اسم على الاتنين. فالعشرة على اتنين فيها الخمسة، والستة وعشرين على اتنين فيها التلاتاشر، فيبقى 13/5 أفضل. كويس. وبعدين ابدأ اشتغل الناحية التانية، علامة الاسم حولها ضرب، والواحد على خمسة دي هتشقلبها تبقى 5/1، أو هتجيب معكوسها الضرب بمعنى أدق. طيب 5/1، وأبدأ أختصر لو في اختصار أو أضرب. لاحظت إن في خمسة تحت وخمسة فوق، نختصر على خمسة فيها الواحد، وتحت على خمسة فيها الواحد. واضرب في الجديد 13 في 1 ب 13، وتحت 1 في 1 ب 1، مش هكتب حاجة تحت. يبقى الناتج عندي كام؟ الناتج عندي 13. آخر مسألة عندي 8/10 مقسوم على 2 دائري. 8/10 دي هتحولها تخليها 8/10، وعلامة القسمة خليها زي ما هي دلوقتي، وهمسك العدد الدائر ده أبدأ أحوله. هتحوله إزاي يا مستر؟ هتمسك الآلة الحاسبة، وهنا 2 فوقيها شرطة، يبقى تكتب صفر علامة، وتفضل تكتب 2 2 2 لغاية ما الشاشة كلها تتملي. بعد ما الشاشة تملي تقول يساوي، هيظهر معاك 2/9، تكتبها هنا 2/9. بقت قسمة عددين نسبيين عادي خالص. هنا 8/10، عايز تنزلها زي ما هي نزلها، بس الأفضل هنا 8 زوجي والعشرة زوجي، هما الاتنين يبقى له اسم على الأربعة على الاتنين. فهتبسط يبقى الناتج فوق 4، 8/2 فيها الأربعة، وتحت 10/2 فيها الخمسة. هنا دي علامة ضرب. كويس. هحولها بدل ما هي عندي اسم هتبقى ضرب، وهخليها أشقلب، يبقى 9/2، وأكمل أضرب البسط في البسط، المقام في المقام. هتبقى معايا هنا في 4 هنختصرها فيها الاتنين، وتحت على الاتنين فيها الواحد. بعدين أضرب البسط في البسط، يبقى 2/9 18، وتحت الخمسة في الواحد بخمسة، يبقى 18/5. وبكده نكون وصلنا لنهاية حصتنا النهاردة. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. مع تحياتي أمير جرجس، مع تحيات منصة البث المباشر والإدارة العامة للمحتوى التعليمي.